اهلا يا صاحبي. تفضل. اهلا شيخ. السلام عليكم. الفارس الحداد. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. هل حدث لك شيء يا صخر؟ ما فعلته معي يا عمي يفوق الوصف. هذا كرم يثقل كاهلي، ولا أستطيع حمله طويلا. فإن كنت تحبني دعني أتصرف على راحتي. أود أن أترك السكن عندكم وأعيش في الدكان. فهذه الدكان كما تعلم هي عالم الصغير الذي أحبه كثيرا، إلى أن يقيد الله لي أمرا آخر. لماذا يا بني؟ هل أساء لك أحد في منزلي؟ لا والله، لم أجد عندكم غير الدفء والصدق وكل جميل، ولكن يريحني أن يكون لي مكاني الخاص. لا والله، لن تفارقنا يا صخر، لن تفارقنا. دعه يا زهير، دعه، فليفعل ما يطيب له. أستأذنك يا عم. في حفظ الله ورعايته. ابقى أنت هنا، فأنا ما سأرافقه إلى دكاني. هيا أمامي أيها الفارس. كما تشاء. هذا كلام يقال لهشام بن عبد الملك وفي مجلسه وأمام وزيره وحاشيته. أنت تضيع كل ما أبذله مع والدك لتكون خليفته. أنا لا أريد الخلافة ولا أسعى إليها يا أمه، لا أريد ملكا يقام على حساب ابن عمي. أوتهدي الخلافة لابن عمك الوليد ذاك الله السكير الذي سيضيع ملك أجدادك كما ضيع نفسه؟ الوليد ابن عمي، ليس كما تقول العامة وبعض رجال بني أمية يا أمه. أنت كما يقول أبوك، أنت لست لها وهي ليست لك. اغرب عن وجهي، اغرب. خالتي، ألم تسمعي أخباراً عن صخر وعاصم؟ كلا، وإني لبين خوف ورجاء. ماذا تقولين يا خالة؟ أتخافين أن يقتلهما جنود بني أمية؟ لا، وإنما أخاف عليهما أن تغلبهما دنيا بني أمية وزينتها، فأنا أرجو أن تراق دماؤهما في سبيل الله. ماذا تقولين يا خالة؟ يا ابنتي، إنما يذهب رجالنا للحرب ونحن نصبر ونشد عضدهم، بل ونسد غيبتهم. فإن عادوا فأهلا بهم مؤمنين منتصرين، وإن أريقت دماؤهم لأنهم صبروا ونصبر. ما أقصى ذلك؟ أنا لست ممن يحني رأسه لجلاده. فنحن من أسرة تأسست بأبي عبد الله الحسين، وقدوتنا هي أخته زينب عليهما السلام. السلام عليكم. وعليك السلام. هل الإمام الباقر موجود في الداخل؟ الإمام الباقر في المسجد. هذه فواكه دمشق، كنت آمل أن أقدمها بنفسي. إن أحببت أدخل واسترح لحين حضوره. لا وقت لدي. السلام عليكم. في أمان الله. السلام على أمير المؤمنين. وعلى
عليك السلام أيها الوليد. ما الذي أسمعه عنك؟ خيرا يا أمير المؤمنين، كل الحب والولاء لك والطاعة. ليس عن هذا أكلمك. ما شربك للخمر؟ يا أمير المؤمنين، لست أول من شربها من بني أمية. أعلم هذا، ولكن عليك أن تستتر. اسمع أيها الوليد، أنت وارث هذا الكرسي، فأحسن حتى يراك الناس أهلا له. يا أمير المؤمنين، إنهم وشاة يريدون أن يفسدوا ما بيني وبينك، هذا دأبهم وأنت تعرفهم. ولكنك تجاهر بما يستتر به الآخرون من مجالس الغناء والشرب واللعب مع الكلاب. صحيح، والله لا أدري على الإسلام أنت أم لا، لا تدع شيئا منكرا إلا وتأتي. أتأذن لي بالانصراف؟ حسنا، ولكن تذكر عليك أن تستتر. سأستتر. اشهد على ما أقول، اكتب يا بني. هذا ما أوصى به يعقوب بني: يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني، يا جعفر بن محمد بن علي، إذا أنا مت فعممني بعمامتي، وإذا دفنتني فربع قبري وارفعه أربعة أصابع وحل أطماري عند دفني. يا أبتي، ما كان في هذا من أمر حتى يشهد علي؟ يا بني، كرهت أن تغلب وأن يقال لم يوصى إليه، وأردت أن تكون لك حجة. يا أبتي، ما الذي أراه منك؟ والله ما رأيتك منذ اشتكيت أحسن منك اليوم، وما رأيت عليك أثر الموت. يا بني، إني سمعت علي بن الحسين عليه السلام ينادي من وراء الجدار: يا محمد تعال، عجل. يا جعفر، أوصيك بأصحابي خيرا. جعلت فداك، والله لا أدعنهم والرجل منهم يكون في مصر فلا يسأل أحدا.
الله أكبر. Yeah.
إن نحن نتوارث الكمال والتمام والدين، إذ أنزل الله على نبيه في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالأرض لا تخلو ممن يكمل هذه الأمور التي يقصر عنها غيره. زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. أيها الأخوة، والله طفح الكيل ونفذ الصبر. إن دم الحسين سيد الشهداء لا يزال يفور. إن يوم الحسين أقرح جفوننا، لا يوم كيومك يا سيدي أبا عبد الله الحسين. قتلك الظالمون ورفعوا رأسك فوق الرماح، وأخذوا عمتي زينب أسيرة مسبية. يتصفح الناس وجوه بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخدرات العفيفات، وأنا خارج على هذه العصابة الظالمة. فمن أراد منكم اللحاق بي فلينتظر العلم مني وليخرج على بركة الله، ومن لم يرد فهو في حل من أمره. أبا الله ابن الإمام، وإني خارج معه على من خرج عليه. إن الموت في سبيل دم الحسين شهادة لا تسمو عليها شهادة في سبيل الله. سنكون معك يا ابن رسول الله، نخرج إن خرجت، ونشهر سيوفنا حين تشهر، ونغمد حين تغمد. كلنا معك يا ابن رسول الله. نقل عن أحد التجار القادمين إلى دمشق أن الإمام الباقر قد رحل عن دنيانا، ونفذ فيه قضاء الله وقدره. ليرحمه الله، فقد كان من أهل العلم والتقوى. عوضنا الله برحيله خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. في أمان الله وحفظه. أبا حمزة، متى عدت من العمرة؟ بالأمس، كان طريقا شاقا وموحشا. وهل جئت ببعض التمر أو الكماش؟ سأشتري منك كل شيء لأبي وائل قبل أن يشتريه أحد غيره. لم أتي بالكثير هذه المرة، أعتذر منك. ولماذا؟ إنها فرصة طيبة تحصل من خلالها على الدراهم. كانت الأسواق مغلقة والناس في حزن، فلم أستطع شراء البضاعة من أسواق المدينة. ولماذا أغلقوا الأسواق؟ شيء غريب حقا.
يقولون إن أحد علماء المدينة قد مات، أبا جعفر محمد بن علي، وكان حزنهم عليه شديدا. والله لا أصدق هذا، لم يكن مريضا، ولقد سمعت أنه كان بالحج مع ابنه جعفر الملقب بالصادق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لقد دس له السم رجل يدعى إبراهيم بن الوليد بن يزيد بأمر من هشام بن عبد الملك، هذا ما تناقلت ألسنة العامة، يرحمه الله العقبة في ولده الصادق. بني هاشم رهط النبي، وإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضبوا، خفضت لهم مني جناحي مودة على كنف عطفاه أهل ومرحب. إنه هنا. وما الذي تريده منه؟ هل أنت قريب من أقربائه؟ لا، لسنا أقرباء، ولكن كنا في بيت الله الحرام، وقد استدنت منه مبلغا من المال، أريد أن أعيده له. مال؟ هو ما الذي سيفعله بالمال في السجن؟ يتبضع؟ لا يا سيدي، فليذهب هو إلى الجحيم، ولكن لعل له أسرة تنتظر الدرهم بعد أن سجن لحماقته، فما ذنب صغاره؟ حسناً، انتظر هنا حتى أرى ما يمكنني فعله. من منكم مانع ابن هلال؟ من منكم مانع ابن هلال؟ لا أحد، ها؟ يبدو أن ظهوركم قد اعتادت السياط وتشتاق لها. لقد أخذت الشرطة لمكان آخر. إلى أين؟ لا نعلم يا سيدي. يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. قل لي سيدك أن الحداد قد وصل.
أمرك سيدي. السلام عليكم. وعليك سلام الله. لماذا تقف عند الباب؟ للبيوت حرماتها وعلينا أن نحترمها يا عم. أنت من أهل البيت، هيا تفضل. نقلوه إلى مكان آخر أم أفرجوا عنه يا سيدي؟ أفرجوا عنه؟ مكتوب عندي هنا أنه من الشيعة وقد شتم الخليفة، فمن يجرؤ أن يفرج عنه؟ يا أبا سمرة، أتعرف عن مانع ابن هلال شيئا؟ إن اسمه موجود عندي هنا ولكن لا أثر له في السجن، وقيل لي إنه نقل. نعم أتذكره، إنه شاب مسكين ظل يصرخ طويلا زاعما أنه مظلوم ومكذوب عليه، فلا هو شيعي ولا شتم الخليفة. نعم هو هذا يا سيدي. لقد نقل إلى بغداد حيث ما عاد لدينا سعة تكفي كل هؤلاء. سأعمل على تبديل القطع التالفة فور انتهائي من أعدادها. وكم ستأخذ؟ يومين أو ثلاثة، فهي كما تعلم قطع عديدة وبعضها صغير. لا أقصد كم ستأخذ من الوقت يا بني، إنما أقصد كم ستأخذ لقاء أتعابك من أجل أن أعطيك العربون. أنا لن أنسى فضلك علي، لن أخذ شيئا منك. إذا كنت ستصر على رأيك هذا فلا نكلفك بالمهمة. لكن لا يوجد هنا حداد غيري، ولا أظن النوافذ والأبواب ستبقى قائمة طويلا. أبو نعيم هو خياري الثاني. أبو نعيم المسكين لقد كبرت سنه، ساعده الله. دعك من أبي نعيم، قل لي كم ستكلفني هذه الإصلاحات؟ قلت لك يا عم لن أخذ منك دانقا واحدا. يا أبي أعطه ما ينفقه على الحديد والمعادن، هكذا يحفظ لك جميلك وتحفظ له رغبته وكبرياءه. ها؟ هذا الرأي الصائب. السلام عليك يا أبا وائل. وعليك سلام الله. قالوا لنا أن الحداد عندك في البيت. ها هو أمامك بشحمه ولحمه وقبضه وقبيضه. نريدك أن تصنع لنا قيودا من حديد. لا أصنع قيودا لأحد، عن ابنك. ومن قال أن لك خيارا في ذلك؟ بل أنا سيد نفسي. على رسلك، على رسلك يا رجل، على رسلك. إنه حديث العهد في هذه المهنة، سأخذك إلى شيخ الحدادين، إلى حداد القرية شخصيا. تعال معي، تعال تعال تعال. تفضل. هل وجدته؟ لقد نقلوه إلى بغداد. لا أمل لنا بغداد، بل لقد تجدد الأمل يا عم. لي صديق طباخ يعمل في سجن بغداد وهو مسؤول عن إطعام السجناء. حقا؟ أجل. إن زيدا يقرئكم السلام ويبلغكم أن الموعد ليس ببعيد، وقد بدأ الرجال يتوافدون عليه ممن بايعوه، فإن كان أحدكم يرغب بالتراجع عن بيعته فليعلن الآن وقبل فوات الأوان. ليس من عادتنا أن نبايع ونخلف يا ورد. ما حصل مع الحسين عليه السلام يجب أن لا يتكرر مع زيد، وأنتم تعلمون أن الرجال الذين عاهدوه وبايعوه خذلوه وتخلوا عنه وباعوا دمه. والله إن الموت أهون علينا ألف مرة مما تقول. إذن على بركة الله سأنقل له ما أبلغتموني، والله شاهد على ما دار بيننا في الزمان والمكان. اللهم فاشهد. خرجوا واحدا تلو الآخر وتفرقوا في الأزقة والمفارق
كي لا تراكم عيون القصري. على بركة الله. وعلى هذا يكون العهد بيننا إن شاء الله. ولك العهد منا يا ابن رسول الله. فضيل، لا أرى إشراقا على وجهك، إن خبرا وراءك. يا أبا الحسين، أتقيرني بيعتك؟ أقلتك بيعتي؟ للحرب أقوام لها خلقوا، وللتجارة والسلطان أقوام، وخير البرية من أمسى تجارته تقوى الإله وضرب يجتلي الهامة. ليتك تبقى يومين أو ثلاثة يا عمرو، فنحن لم نشبع من مجالستك بعد. لا تلمني يا ابن أخي، فأنا أفكر في أمر صاحبي وظلمي له، ولا أدري ماذا أفعل. سأسعى جهدي لكي أعوضه. ألا تنتظر حتى الغد؟ لعلك تجد أحدا يرافقك في الطريق، فالوضع ليس بآمن. نحن الأولى جسنا العراق بخيلنا، والشام جسنا في ذرى الأسحار. عفيف، هذا اسم صاحبي، طباخ السجن. عفيف، حسنا، أسألك الدعاء يا ابن أخي. أظننتني سأنسى فعلتك؟ وما هي فعلتي التي تأخذها علي؟ لقد عصيتني. ليس لك أمر علي حتى أعصيك. هذا درس لكم جميعا. أدري علي، هل ستلومني إن جرى لوالدك مكروه؟ هل ستفهم أن كرامة الإنسان أهم من حياته، وأن حقوق الآخرين دين في رقبته حتى يفيها؟ هذه هي أخلاق العربية حبيبي، هل ستفهم ذلك؟ Thank you.
قولك هذا تشككني بمن بايعني وعاهدني على الثأر لمقتل جدي الحسين. هكذا هم أهل الكوفة، كما نكثوا عهد جدك سيكثون عهدك. إني أعرفهم أكثر مما تعرفهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا تتحرك. اسمع يا هذا، ليس معي من المال إلا القليل، لا يستحق أن يكون سببا في قتله. خذ، هو في الرحل. لا تتحرك. لقد خدعت هذه المرأة يا سيدي، إنها صاحبة كيد، إن كيدهن عظيم أيها الأمير. سأرى رأيي فيك قريبا، وأقسم بالله سأجعلك عبرة لمن يعتبر. أما أنت يا عدوة الله، أتحتالين على أمير المؤمنين وتخرجين عدوه من السجن؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بعد الذي سمعتموه ما أنتم فاعلون؟ الرضا بآل محمد. الرضا بآل محمد. الرضا بآل محمد. أيعقل هذا؟ رجل واحد يقتل أربعة من الجند؟ أجل يا سيدي، قتلهم ثم ذهب في حال سبيله. أنا رأيت الأسيرين. أنت تعلم علم اليقين من هو زوجها، لهذا جئتك أيها الأمير طامعا بحلمك وحنكتك، وأنت تعرف من هم أهلها وما عدد عشيرتها، فهل من مصلحة الأمير أن يستعديهم؟